التصريح ديالنا اليوم اللي بغينا نوصلو المسؤولين هو حنا راه في حال واحد الحال لا يحسد عليه. يعني واش حنا كنا خدامين كنا كنخدموا ملي كانت الشركه كما كيقولوا لك هما ملي كانت الشركه خدامه حتى دابا راه خدامه كنا كنخدموا 9 سوايع واحد شويه هبط 9 سوايع في النهار يعني كنجيبوا 1500 درهم في الشهر في الكنزه في الكنزه يعني ضربها في الشهر صالير ديال المسكين يقدر يعيش به ومع وليداته ومع الاسره ديالو بشويه هبطنا ل 8 سوايع من بعد 8 سوايع شويه هبطنا ثاني ل 7 سوايع شويه عاوتاني ما بقى والو مش غنقول لك بداو الناس المهم كيقولوا لك هما الجائحه ولكن الجائحه دابا راه طالعين في 3 سنوات وحنا في هذا الحال هذا الناس اللي عندهم الاقدميه راهم كيتشردوا على برا والناس اللي خدامين بالكونترا الناس اللي هما جداد خدامين توجور في هذه الشركه هذه اشنا هو المصير ديالنا اشنو هو المصير ديالنا الناس حنا راه الصحه ديالنا سنا في هذه الشركه هذه كنا كنخدموا بواحد المجهود بواحد الروح رياضيه ما عمرنا تمنينا ما عمرنا تفكرنا نحاولوا نوصلوا لهاد المشاكل وهاد الصداع وهذا ديما كنتفاداو هاد الصداع وكنا خدامين 9 سوايع من شحال هادي انا كنهضر لك على مده دابا 5 سنين قبل فعلا كانت الخدمه وكان واحد النوع من التعسفات كان طر تعسفي وكان السب وكان القذف وكان الشتم ولكن كنتفاداو دوك المشاكل على ان احنا مصورين واحد الصالير في الكنزه كندخلوا واحد كنقولوا ابر على المشاكل كاين الناس هنا ضربوا 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 سنوات هزوا الرايه البيضاء وخرجوا مشاو في حالهم كاينين الناس اللي باقيين معنا كيناضلوا انا خدامه دابا من 2007 الاول ديال 2007 وانا خدامه هنا من كورونا لهنا وانا اغلبيه كنجيب غير 100 درهم في الكنزه 4000 ريال لهنا للناس اللي لقيتو قبل مني دابا كيدخل دابا الناس الجداد كاينين دابا حاليا بالكونترا خدامين وحنا دابا كيسيفطونا كنجلسوا اقدميه كتجلس اقدميه دابا حنا مالين الاقدميه كنجلسوا تنقول لهم ديرنا كاينين الناس دابا اللي خدامين حاليا تنقول لهم ديروا لنا تناوب ولا نقسموا دوك السوايع بيناتنا ولا شي حاجه تيقول لك لا الخدمه ديالكم نتوما الا بغيتوا تخدموا غتمشيو لواحد لوزين في انزا وداك لوزين راه صعيب علينا حنا الناس عندهم الدراري الصغار عندهم هي ديال الحوتي راه كاينين الناس اللي عندهم الدراري الصغار المربيه وداك الشيء وحنا قالوا لنا غتخرجوا مع ديك الخمسه والخمسه راه الناس الله كتفيق من عاسه راه الدراري اللي عنده المربيه اللي عنده فاسميتو الخدمه انا بعدا بالنسبه لي انا كاينه في الدريج تاع مطيشه كنهبطوا الصنادق فيه 35 كيلو انا وصاحبتي كنهبطوها بيناتنا بحال هكا هي كتخدم ديالها انا كنخدم ديالي اغلبيه الخدمه ديالنا حنا فيها الثقل حنا ماشي مشكل الثقل ولا شي حاجه وين حنا ضرورين من جهه الخدمه الخدمه ما كايناش الخدمه حنا بغينا يديروا لنا شي حل لهذا الشيء المهم كاين شي 60 وحده دابا ولا 61 اللي واقفه هنا دابا حنا المهم حنا دابا حاليا ما خدامينش راه دابا دازت الكنزه خدمنا فيها 3 ايام 3 ايام في الكنزه كلها 15 يوم خدمنا فيها 3 ايام وبنادم ما عنده الكريدي عنده الدراري عنده الله يحسن العوان المهم حنا بغينا غير الحل حنا بغينا الشركه تزيد لقدام وبغينا زعما ما بغيناش اليوم الضيعان ولا المضره ولا شي حاجه حنا بغينا غير يديروا لنا شي حل يديروا لنا التناوب في الخدمه ولا اللي كاين يقسموا علينا خدامه في هذه الشركه من 2005 وكنا كنخدموا مزيان حتى لهاد 3 سنين الاخرى ما بقيناش كنخدموا كنخدموا 3 ايام في الشهر تعيطوا على الناس اللي هما جداد وهذا يخدموهم وحنايا تيقولوا لنا ما كايناش الخدمه ديالكم ملي كنقلبوا نمشيو لشي بلاصه اخرى نخدموا ولا شي حاجه تيقول لك الشركات الاخرين انت فايت 40 عام ما غاديش باقي يدخلوك الشركات الاخرين خصك تبقاي في الشركه فاش خدامه الشركه فاش خدامين حنايا دابا ما فيهاش الخدمه ما كيخدمونش حنا ماشي ما خدامش خدامه الشركه ولكن حنا ما كنخدموش كيعيطوا لنا 3 ايام في الشهر 3 ايام في الشهر ما داير ليا والو ما مخلصه ليا لا الضو لا الكريد البنكه لا سميتو الورقه د الماء ومالين الحوانت ما كيبغيو يعطيوك حتى شي حاجه كيقولوا لك فين غتجيبي لينا الفلوس كتمشي عند شي مول الحانوت الكريدي عنده كيقول لك فين غتجيبي ليا الفلوس انت غير بوحدك اللي خدامه وعندك الدراري فين غتجيبي ليا الفلوس المهم حنا تقاسينا بزاف العيالات كاع في الكيب فاش كاينه هنا كلشي العيالات ديال الكيب تقاساو بزاف اكثريه بزاف هاد الناس بغيناهم يديروا معنا الحل يديروا معنا الحل اللي خدمونا ولا يعوضونا ولا المهم يعطيونا حسابنا انه جديده خدامه وحده ضربه 18 عام وجالسه وملي
20 عام وجالسه، وملي كتجي كتهضر كتقول لك هذيك اللي دخلت دابا ما غاديش دير لي الخدمه اللي غادي ديري لي انت، يعني انا ضربتي بيا تعيتي وبيتي تلوحني لبرا. لا جلس معايا، بغيناهم يتحاوروا غير مع المسؤول ديالنا، يتحاوروا معاه ويلقيو لينا الحل، ماشي انهم هما سادين علينا برا نخدموا يومين ثلاث ايام ويقولوا لك سيروا تنعيطوا لكم. وكنعرفوا انه الناس خدامين وحنا جالسين، علاش كنتعرضوا للتعسفات كثيره، خصوصا ملي درنا النقابه. النقابه حق مشروع، نقابة حق مشروع، الدولة عاطيه لينا. انني انا دايره النقابه وحدين ما دايرينش النقابه كيحرضوا هذوك اللي ما دايرينش النقابه علينا، محرمين علينا الخدمه ومحرمين علينا اننا نتجولوا في لوزينا عادي. المهم حنا اللي كنطالبوا انه الخدمه بالتناوب، ما كنطالبوش اللي شي حاجه اللي هي كثيره، كنطالبوا الخدمه بالتناوب بالسوايع. حنا خدامين بالسوايع، كنا كنخدموا 9 سوايع 10 سوايع، كنا غاديين مزيان، مؤخرا ولينا كنخدموا 6 سوايع. كيعيطوا لك تخدم 3 ايام تخدم يومين، واش هذيك 3 ايام غادي تجيب لك 200 درهم غتخلص منها الكرا الماء الضو الدراري؟ كاينه اللي عندها اليتامى بحال هادي، كاينين شحال شحال من وحده، يعني 200 درهم ما دايره ليا والو. جلس مع المسؤول ديالنا في الطبله وعطينا الحل، اعطينا الحل، يا اما تخدمنا كاملين ولكن باش 60 وحده على برا و20 وحده لداخل، هذه راه لا اله الا الله محمد رسول الله. خدامه من 2004، انا خدامه من 2004. هاد الناس جابوا الناس ورايا ديما خدامين، وانا خدامه من 2004. واش دابا ما بقاش صالحه ليهم؟ راه وقعت ليا القصيده، راه تهرست في رجليا جوج مرات، تهرست في رجليا ما قدرتش، ما كنقدرش نسميتو. ودابا كيقول لك ما كايناش الخدمه، فين غنمشي؟ فين غنمشي؟ صحتي سست هنايا، صحتي والشبابي تسست هنايا، راه صافي، راه بنادم اللي عنده 50 عام 52 عام فين غيمشي؟ فين غيخدم؟ شكون اللي غيقبل عليا باش نمشي نخدم؟ لا راه هاد الناس الله يهديهم علينا، بغينا يديروا معنا الحل. هاد الناس بغاو بغينا يديروا معنا الحل، حنا بغينا نخدموا، راه الشركه طلعت على ظهورنا. داك الساعه فاش يلاه خدمت الشركه صغيوره، ودابا الشركه كبيره، خدامين الاخرين ورايا، النماري اللي ورايا خدامين ديما، وانا مشيت للدار نعسه. واش غندير دابا؟ هاد الزمان قاصح، سيري سيري سيري، فين غتمشي؟ راه حتى واحد ما غيقبل عليا، راه شبابي وصحتي سحست هنايا في هاد الشركه، ودابا قالوا لي ما كايناش الخدمه ديالك، راه بحالي بحال العاملات. راه هاد علاش هاد الكب ما بغاوش يخدموه؟ راه يديروا التناوب، حنا بينا الخدمه، بينا نخدموا، بينا نخدموا، ما بيناش شي ضرر للشركه، بينا نخدموا، ولكن هما ما دارونش معنا الحل، فخصهم يديروا معنا الحل. حشومه هذا الشيء اللي كيديروا لينا، حشومه عليهم، الله يهديهم. حنا بينا الخدمه، المسؤول ديالنا وسميتو، حنا بينا الخدمه ديالنا، ما بيناش حتى شي ضرر. شقيله مهمشه.